ثانية. نرجع بس مع سالم نقطة الشخص اللي يعني أوكي أنا شخص مثلا عندي عدد متابعين معين وصورت فأنا طبعا الكلام اللي أنا قلته إنه أنت كمتابع وأنت كمشاهد لا تقول هذا الشخص عنده هذا الشخص ما عنده هذا الشخص قاعد يظهر هذا الشخص مو قاعد يظهر لا تتحمل فوق اللي أنت يعني في النهاية إحنا كلنا مليانين يعني الله يسترنا بستره مليانين ذنوب مليانين معاصي وقاعدين نحاول قدر الإمكان إنه ما نشيل أحمال الآخرين على أكتافنا فهذه نقطة برضو مهمة. طب توجهني لسؤال ثاني، متى أنا أثق في الشخص هذا اللي يطلع لي محتوى بطريقة أو بأخرى؟ الشخص اللي على السوشيال ميديا اللي على السوشيال ميديا متى تثق فيه؟ أي متى أثق فيه؟ أشوف أول شيء أو حتى في الحالة الواقعية يعني في الحالة الواقعية شيء وفي السوشيال ميديا شيء. في السوشيال ميديا إذا بثق في خوي اللي أمامي علي بن خطاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لا تأمن يعني صاحبك ما بتعرف إلا في ثلاث مواقف جفوة بينكم تجد أن بينك وبينه يحصل موقف هو يروح وأنت تروح تجد جفوة بين الاثنين أو خير يصيبه تجد أن بعض الناس يخاويك مصلحة فخلاص جاه مال ربي أغناه أو جاه أي رزق يتمناه من كان يطلع السلام يخويك عشانه راح وخلاك أو شر يصيبك تجد أن الشر إذا صابك أنت الآن في حادث شوف من صاحبك الحقيقي إلا من شافك يعني أنت في مشكلة جاك وش فيك حل مسك يدك ساعدك حل مشكلتك أنت وياه كذلك هذا كلام عبد الطالب كلام عمر بن الخطاب يقول يعني لا تزكي الشخص ولا ما تعرف الشخص إلا في ثلاث حاجات إما في سفر أنت وياه ذهبت إلى سفر تعرف السفر لأن السفر قطعة من العذاب تجد أن الشخص يتعذب في السفر تجد أن النفسية توصل خلاص يطلع الشخص على حقيقته الحين بقابل في أي شخص من الشارع من أي مكان تجد لي بضحك لك تضحك لي سبع ساعات ثمان ساعات انت رايح بيتك وانا رايح بيتي ومع السلامه ونحب بعض صادق بعكس الشخص اللي تسافر معه تروح معه تجي معه في السفر تعرف صدق شيء ثاني لا اله الا الله التجاره ترى الفلوس كذلك توضح يعني شح الداخل الانسان معدنه إيه تجد ان الشخص مثلا جاءت انت وياه دخلت تجاره معينه تجد ان النفوس تكون حاده شوي انت تقولها يعني بيجي نقاش حاد في 100% اذا ما كنت تحبه في انه راح ينقطع للصداقه صح. ايضا عمر بن الخطاب عنده رضي الله عنه عنده مقوله واحد توقع احد الاشخاص جاله قال له فلان فساله عن فلان فلان قال له هل سافرت معه قال له لا قال له هل تعاملت معه بالبيع والشراء هذه على نفس بالورقه او حاجه زي كذا فهذه نقطه برضو مره مهمه انه انا الشخص اللي اثق فيه هل انا تعاملت معه ماديا انه فعلا الفلوس تظهر اشياء كثير في النفس لانه طبيعه النفس تحب صح الدراهم على قولهم بالضبط كلام صحيح اي فعلا فعلا كل العالم والسفر نقطه ثانيه السفر قطعه من العذاب يكفيك انه يسفر عن الشخص اللي بداخلك الشخص اللي معك يسفر عن طبيعته يسفر عن شخصيته يسفر عن 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 اخلاقه يسفر عن مواقفه يسفر عن شكله الله ما سمعنا اليوم يسفر عن شكله انا اقول لك اليوم ما لعت فيه لقيته يتنهد لقيته يتنهد عبد الله لقيته يسفر Ha ha ha.